متى بديتي ربا المبارزة؟ بديت تقريبا لما كان عمري 18 سنة، قبل سنة وشوية تقريبا. الحين ماشيين لنا سنة ونص. سنة ونص، هل هذه كافية سنة ونص انك تشاركي في دوريات وبطولات عالمية؟ هي غير كافية. شوف، المبارزة بشكل عام انت مهما دربتي، مهما رحتي، مهما جيتي، ما غير كافية انك تحققي شيء عالمي. ممكن تحققي هنا دولي محليا، بس دوليا حتكون صعبة، لأن المبارزة مو بس لعبة إنك تتدربي وتاخذي أساسيات وخلاص تروحي، خلاص أنت ممكن تحقق شيء كامل. تحتاج احتكاك كثير، لأن لعبتنا أصلاً معتمدة على الاحتكاك، إنك تروحي وتشوفي وتتبارزي مع ناس أكبر منك، أشكال مختلفة، أعمار مختلفة، مهارات مختلفة، عشان تكسبي خبرة، ومنها ممكن تحققي شيء عالمي. ممكن تاخذي فيها 5 سنوات 6 سنوات لين تحققي شيء كبير. صحيح.